دعونا ننتقل الآن إلى لبنان وتحديداً إلى بلدة المغيرية في قضاء الشوف، حيث تعرف هذه المنطقة بطبيعتها الخلابة وغاباتها الكثيفة، وهي ما سمح لمهنة الصيد وهواد الصيد بممارسة هوايتهم في هذه المنطقة تحديداً. مهنة صيد بالبنادق من المهن ربما التي تقاوم الاندثار في لبنان، وبالتالي أصبح اقتناء البنادق القديمة بغرض جمعها كتحف فنية أو الاحتفاظ بها في المتاحف والبيوت الأثرية. وفي محاولة لاستعادة هذا التراث القديم، يعيد علي حمادة من بلدة المغيرية تصنيع وتأهيل البنادق القديمة في محاولة لاستعادة التراث اللبناني القديم. علي يدرس تفاصيل هذه الأسلحة بدقة فائقة لمعرفة كيفية تصنيعها، ويتحدى نفسه في بعض الأحيان بابتكار تصاميم خاصة تعكس نظرته الفنية والإبداعية، فيجمع بين شغفين الرسم وتصنيع البنادق. خلونا نشوف. هو الموعد الصباحي لعلي وزوجته مع فنجان القهوة، والحديث لا يغيب عنه ولع علي بصناعة الأسلحة القديمة والتراثية كهاتين البندقيتين. تقول خيرية عز الدين إن شغف زوجها بالتراث يقابله حبها لاقتناء التحف القديمة جدا. بقضيها لليل تحت، بيشتغل بنزل بشوفه مثلا عم بحف خشب حديد هيك، وبعدين كله هاند ميد، يعني شغله متعب وما في معدة لحتى تكون تسهل له شغله بعد العدة البدائية اللي بيشتغل فيها. انه برافو انه عم يقدر يعمل هيك بهيك عدة، عرفتي كيف؟ يعني هيدا الموضوع بحد من حياتك الشخصية، بحد من ظهراتك، من اجتماعياتك، يعني بتحسي حالك مسخرة لموضوع هو بس بيعني له ومكرس حاله لإله، انت بهالوضع بتضيعي، عرفتي كيف؟ انه بس بقول كمان انه في شيء مقابل شيء، يعني انه بمشيها الواحد والاولاد مبسوطين انه هو بيعمل اشياء كمان مبسوطين، وحتى عندي الاولاد، عندي اولاد فنانين كمان اخذين من بيهم. يبدأ علي يومه في مشغله هذا باكرا بأدوات بدائية، يعيد ترميم هذه البندقية، يهتم بالتفاصيل الصغيرة، وبإبداع فطري ينحت رسومات تعبر كل واحدة منها عن حقبة تاريخية معينة. بات علي مقصد هواتي جمع وشراء الأسلحة النادرة، وصراحة شيء يقدر. وصارت إذا أنا بدي أهدي حدا أي هدية، فما رح لاقي أكتر من هيك هدية إلى قيمة، هدية لناس بتحب الفن، لأنه البارودة اللي بيعملها علي مش بس بارودة، يعني بحط فيها كتير نحت، أحيانا بحط فيها بوصل فيها رسالة بنوعية النحت اللي بيعملوا عليها للبارودة، أو شعور هو بحس فيه بحب يطلعه ويظهره بهذه الطريقة، فهي أكثر من قصة يصنع بارودة تراثية بكتير. يقول علي إن التراث هو هوية الشعوب، وإن الحاضر استمرار للماضي. حبه للصيد جعله خبيرا بكل أنواع أسلحة الصيد، وهو اليوم إلى جانب ممارسته لهواية تصنيع البنادق القديمة الطابع يحترف أيضا الرسم والنحت، ويدعو جيل الشباب إلى تنمية الاهتمام بالتراث وتاريخ بلادهم. هواية تحولت عبر سنوات قليلة عند المعلم علي إلى حرفة، هذه الحرفة يجمع فيها بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتتحول بين يديه إلى ترميم لتراث قديم يعلم من خلالها الجيل الجديد، لسيما الشباب منهم، بأن الماضي يصنع مستقبل الشعوب. سحر أرناؤوت الحرة من بلدة المغيرية جبل لبنان. السيد علي بدأ رحلته مع هوايته المفضلة منذ شبابه، عندما كان صيادا يلجأ إليه أصدقائه لإصلاح بنادقهم. وبعد تقاعده عن العمل فتح مشغل صغير يدخله كل صباح ليعمل على تصنيع البنادق والسيوف. دعونا نستمع له الآن ولتجربته في هذا المجال. أول لحظة لفت لي نظري هو بندقية قديمة شغل بريطانيا، لقيت إنه هذه البندقية عمليا يعني هي عمرها بالمئتين 300 سنة. طلع ببالي أنا مشروع إنه إذا هذه البندقية عمرها 200 سنة، يعني اللي صنعها بعد ما ماتش بعده عايش، لأنه الإنسان لو مات بيبقى ذكره موجود. طيب هذا 200 سنة وبعد بتعيش هذه 500 سنة، يعني ممكن الإنسان يخلد بالحياة من خلال الأعمال بيعملها. طلع مبالي أني أنا لازم أعمل شيء لبعد الموت، لأنه الحياة منا دائمة والحياة فانية. ففكرت أني أعمل هاي البندقية اللي شفتها سويت مثلها،
أخذت قياساتها وسويتها هي ذاتها، يعني سويت مثلها. وشفت واحدة تانية كمان سويتها، هودي محطوطين عندي بالبيت فوق لأنه متورخهم تقريباً، متورخهم يعني لأولادي، لأولاد أولادي، للأجيال اللي بتجي بعد، هادو مش للبيع هودي. حقيقة أنا أساساً عندي هواية بالفن، يعني بحب الفن، بحب الفن أنا وصغير. كنت أرسم، بس ما كنت أرسم بمعنى أني أنا هاوي أرسم، أرسم هيك يعني مجرد أنه مشان رغباتي بس مش أكثر، لأنه أنا أساساً تعلمت عملت كهرباء. أنا صياد، يعني أنا كان عندي يعني أجالي كلاب أظهر على الصيد وكذا. من هذا المنطلق أنا فكرت أني أنا أول شيء بلشت بالتصليح، تصليح يعني مثلا رفاق الصيادين يجوا لعندي يصلحوا، وأغلبوا مجانا يعني، ما كنت أنا أفكر أخذ مصاري، كنت عم بشتغل ووضعي كثير المادي منيح. إلى أنه حصلت الموضوع الكورونا واضطريت أني أقعد فترة طويلة بالبيت. من هون أنا فكرت أنه هذا التصليح ما بيعمل شيء، ما بيعمل لك تاريخ، لأنه التاريخ عملياً هو مرتبط بالأجيال، مرتبط بالدول. الدولة اللي ما عندها تاريخ، يعني مش بس تاريخ، تاريخ بوريد، هو تاريخ ثقافي، تاريخ صناعي، تاريخ كذا، هذا اللي بيبقى. يعني الدول بتروح وتاريخها بيبقى عبر، وخصة الفن، الفن هو أهم شيء أنه تلمس التاريخ من خلاله. فأنا فكرت أني صنع بوريد القديمة. هلأ يمكن كلهم مش نفس البوريد، أنا أضفت على هاي البوريد، أضفت شيء له علاقة بشيء بالفن، رسم ونحت، لأنه أغلب بوريدي أنا منحوت عليها. وهيك كفيت أنا، يعني بصراحة ما كني كثير قابض حالي، يعني أنا ماني كثير مفكر حالي أني عم أعمل شيء إنجاز، ماني قابض حالي، بس البعض بيجوا بشجعوني أنه شغلك منيح وشغلك حلو وشغلك كذا. كله بالإيد، يعني ما في عندي يعني ماتريال بمعنى أنه هو شيء كثير حديث أو كذا، يعني مقدح وزميل ومترقة وشغلة، ما في شيء، يعني ما في شيء أنه يطلع لك شيء. مع أنه اليوم في مكانات بتحفر هي لحالها وبتطلع هي لحالها، لا أنا كله بإيدي، كل البارود، يعني كل البارود مفروض يكون مثلا الماسورة كويسة والخشب كويس والنحت كويس، حتى يعني دهان البارود يكون كويس، يعني يعطي القيمة القديمة. ممكن تدهني بارودي ترشيها تدهنيها تبين وكأنه عمره يعني شهور. يعني لأنه بالآخر أنا بدي استمر، يعني بدي أعيش. يعني إذا أنا مثلا أول شيء بموضوع البيع هو شقين، الشق المادي طبعا ما حدا بيرفض الشق المادي، الشق الثاني أني أنا بس حدا يشتري مني بارودي، في لذة، يعني في نوع من لذة أنه أنا صناعتي عم تروح، مش صناعة عم تبقى عندي بوجهي، يعني كيف أنه هيدا لو ما قدر الشغل ما أخده، مشان هيك يعني. وهيدا أكثر منه موضوع المادي، انه انت يعني هيدي الصناعه عم تروح. كل البريد القصص، عرفتي كيف؟ بس يعني منا قصص طويله بمعنى طويله، بس عاده كانت القصص كثير حلوه، يعني انه كنت اشتغلها وتطلع مزبوطه وتطلع منيحه وتطلع كذا. يعني ما هي الحياه قصه، حياه قصه، والبريد كل وحده لها قصه. يعني فيش بارودي مثلا يعني احسن من بارودي او مميز عن بارودي، كلهم بيطلعوا مثل اولادي انا، يعني هودي مثل اولادي بيطلعوا عندي. يعني هيدا خشبه كبيره، بتيجي خشبه مثل بول قلي يعني، وبزميل، يعني نحت بزميل، مش انه بمكانات او شيء، بزميل صور ناس قديمين، تخيلتهم انا قديمين، شواربهم كبيره، كيف كان اتخيل هودي الفرسان القديمين، يعني اكيد مش مثلي انا، يعني كانوا طوال وكانوا قوايا، ان تخيلتهم هيك ونحتت. عندي ثلاث بوريد نحت، مش انه واغلب النحت، يعني اغلب الصور على البوريد الرسم هو منحوت نحت مش انه مرسوم. انا بقول انا انسان يمكن تعرضت لاصابه بالحرب، وهي الإصابة بالعكس قوتني، يعني ما ضعفتني، قوتني، لأنه الإنسان إذا ما في إرادة بالحياة
ما في إرادة بالحياة، ما في شيء. في الله يرحمه المعلم كمال جملات كان يقول الحياة الأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء. مشان هيك من هذا من هذا القول يعني بيستوحي الواحد إنه ما فيك توقف في محلك، لازم تكفي، لازم تكفي، وإذا ما كفيتي الناس بتسبقك. خاصة إذا إنسان تعرض لمشكل بحياته ما في يستسلم، الاستسلام هو موت. مشان هيك أنا يعني ما بفضل الموت أول، بحبوش يعني أساسا الموت، بحب الحياة لآخر لحظة. للأسف يعني أنا بشوف أحيان يعني بالمجتمع في فئات بالمجتمع، في فئات ما بيعني لها شيء التراث خالص، ما بيعني لها كل شيء له علاقة بالفن، له علاقة بالذوق، يعني مع احترامي لهم طبعا هن ناس مذوقين وكل شيء يعني، بس بهالموضوع في ناس ما بيهمها، في ناس بيهمها الإزاز، بيهمها الشغلات السريعة، بيهمها الشغلات اللي ما فيها فن، ما فيها يعني كثير جدلية، عرفت كيف؟ وفي فئات بهمها، وهودي الناس يمكن بالأعمار اللي مثل أعماري يعني، هودي ناس لأنه بيربطوا الماضي بالحاضر. نحن إذا ما في عندنا تاريخ، إذا ما في عندنا تاريخ ما عندنا مستقبل، ما بنعرف شيء. إنه ما حد الإنسان ما مش محل ما هو خلق، إنسان في إله ماضي، في بيي وجدي 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 وجدي، إذا ما كانوا هودي كانوا بالماضي، أنا منين جيت؟ أنا مش من فراغ يعني العملية، المفروض إني يرجعوا للماضي يشوفوا تاريخنا كان كتير مهم، مع إنه تاريخنا كان يمكن صعب بس كان كتير مهم، كان في إلفة، كان في محبة، كان في الناس تساعد بعضها، كان الناس يعني يراعوا خواطر بعضهم. اليوم للأسف التكنولوجيا ما حدا بتفرق معه.